انه عمل جبار زعما من حيث لا ديسيزيون دو بروندر سو جور دينيتياتيف لانه كان من السهل انيمي اكادير فرقه احترافيه تجي وتلعب وتمشي. اعتقد الرهان هو الرهان على لي جون, بمعنى ان الرهان على لي جون اللي غالبا اشتغلنا معاهم ما كانش عندهم درايه سابقه بالمسرح ولا بالموسيقى ولا بالغناء ولا بالحركه ولا بالايقاع. بمعنى ديما كنقول ذاك المقوله اللي تيقولوا فقدوا الشيء ليعطيه, ديزورمي فقدوا الشيء اذا تعلمه يمكن ان يعطيه. كنعتقد بانه البوبليك هاد النهار وضح زعما من ناحيه التلقي, بمعنى بالرغم بانهم كيجون وهذا فتم التلقي بهم كالفرق المحترفه ايضا, يعني عمل كنشوف حسوا به الانرجي ديالهم وديال. وكنظن بان هاد العمل محمود خصو يكمل هكا, يكمل ديال الالتقاء ما بين الفنانين الاحترافيين وبين لي جون دي سونتر, وانها تعمم على المستوى المغرب كامل. بهرا سني مير كونيكت 18 في البرنامج هذا في اكادير كيف تيغ واش كتحلو تنسى شكون الا الركود بزاف في اكادير خاصه دي عجبي الحال بزاف اشكون زريق الشباب في كيف خشبه خصني العروض اللي زرين لوين اسماء هوري لوين تكنيكا دراميديا زريق الشباب غير كيف خشبه زريق الشباب تحرك التراث تحرك اللغه تحرك الثقافيه مغربيه تركي بزاف. الشباب ديال اليوم انا كنقول ما خصوش يتسنى, ما يتسناش شي حاجه تجي من هكاك, خصو يحاول يدير. هو راه شاف كلشي, هو راه ورث عنده واحد الغطاء خداه ورث وشاف وتفرج وكاين على الانترنت دابا ورث كلشي, اش كتسنى عند كلشي دير.